pas vu qu'on fait un nouvel épisode de Shada Cover, Liuma Maya, la copine d'Yali. Et oui, ça fait longtemps qu'on a un Shada Cover, parce que c'est un film grib. Pour l'avoir, c'est très difficile. Elle travaille beaucoup, beaucoup, beaucoup. Doha, Dakir Maya, elle est big. أهلاً سارة كوشي مزيان شحال الوقت ما تشوفناش انا وياك اولا توحشتك بزاف بزاف صافي حاضيك انا فيسبوك انستغرام ما صافاش حاضيك مزيان هكا بالك غير وليداتي كيجريو في كاع القنوات كنسى راسي بعد مرات اون توكا دوحة مرحبا بك معايا في شادا كوفر جو سي كي بزاف ديال الحوايج كتبريباريهم الحمد لله كل جديد نعرف الجديد ديالك لابد قبل ما تمشي الطياره تشدي طياره ترجعك شي خمس سنين اخرى لا 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 الجديد ان شاء الله غادي يوجد قبل ما ناخذ الطياره ونهرب الوغ قولي لي الجديد غادي تحط ان شاء الله قريبا قريبا العمل على الطور لو ستيل لو ستيل ديال الموسيقى ستيل عصري مغربي ولكن بايقاع بايقاع غربي دونك سا سي با مال بحال هادشي اللي كنشوفو دابا جديد ولا شتي شي حاجه سو ديفيرون واش لو فات انك تعيشي برا باسكو تو في ان سويس جو بونس واش لا ميوزيك تما بالغربي ديالها وداكشي كتاثر عليك شويه تو دي زيدي من تما افكار من تما درتي شي فوزيون اكزاكتومون ملي كتعيشي في شي بلاد ضروري ما كتاخذي منها افكار كتعلمي هذا الوغ ضافوا لي بزاف الاضافات من ناحيه الموسيقى الغربيه فوالا وقلت علاش ما نديرش غربي مع با مال انا بعدا لا سويس موسيقتها ما عرفتهاش كنعرف الفروماج ديالها الشوكولات ديالها عرفتي اللي كنعرف بلاصتي مي اون توكا والماكن فوالا الموسيقى ديالها موسيقى غربيه كجميع البلدان الغرب الاوروبيه عادي وشنو بغيتي تبقاي تما عايشه ولا غتجي تعيشي هنا عاودي لنا الفوتور ديالك باش تبقاي حدانا بوغ لي ميديا باش نشوفوك في تورناج معنا اي تو بوغ لو ميديا انا خدامه الحمد لله موجوده دابا في السوشيال ميديا هذا ما كيمنعش على انني نكون متواجده في السوشيال ميديا لانه فيما كنتي عايش دابا تقدر توصل للناس غراس ديجيتال دابا يمكن لك الانترنت اكزاكتومون فيما كنتي ساكنه غتسجلي تما ولا غتسجلي هنايا غنسجل وحده هنا في المغرب وحده في باري تعطينا شكون معاك في شكون اللي كتب والالحان ولا بغيتي تخلي شويه داكشي نو نقدر نقول شكون كلمات محمد امير والتوزيع والماسترينغ والاشراف العام لبدر مخلوقي بدر مخلوقي كنسلموا عليه اللي كنسلموا عليه من هذا المنبر وان شاء الله غادي يعجب الجمهور ان شاء الله زعما غير تغني شي كابيلا من ديك ما بغيتيش لكن انا عرفتك كنعرف كنت عزيز عليك داكشي يكون بيرفي بيرفيكسيوني خليه مفاجاه خليه مفاجاه لكن انا الاولى اكيد انت الاولى نقول لك انا اللي نبقى اكيد اكيد دونك دوحه غنسمعوا الاغاني اللي اختاريتيني لنا اليوم توت سويت لي كوفر مرحبا بك شدا تي في الدار دارك سي با لا بروميير فوا كتكوني معنا هنايا وغادي نرجعوا لكم دابا شويه بقاو معنا طبيب القلوب
لوما التقي خطي لنا معلكي في الزبال ولا علكي في الظروف لعنة بو حي الظروف اللي بتوقف بيننا لا تهجى في كفوفي مهم راي كفوف دربنا واحد ولو ما يلتقي خطي لنا لعمل معاه الصعب
جنبه في المحن وكون طويل البال وكون طويل البال حاجة طيب أسوي كل ما أتمنى حاجة طيب أسهر طول أسوي تعدي من كتر الترنيم يومك كله هيسيبها ويمشي عشت الحياة بكل سذاجة ما طلعتش من الدنيا بحاجة وهو مين واخد حاجة ما كله هيسيبها ويمشي أنا ولعبت يا بابا واتبدلت الأحوال وركبت أول مرة في سكة الأموال لروح لأول واحد احتجت له في سؤال كسر في خطر ساعتها سوقني دي الحال لعمل معاه الصح أنا واسنده لو مال وقف جنبه في المحن وكون طويل البال وكون طويل البال بشر بليان حب وحسن
حياتك أولي ما حبتش تشوف الناس كلهم بيك انت مالت انت وبس لي احساسك وانسى كل شي وبي دوخ راسك وانسى كل شي وبي دوخ راسك بالي يا ناس يا كوني وهلي من تبعدش يبقالي هو انت وياي واحس كلش مكانك خالي كلش مكانك خالي خالي شرد الايام الفرقة تكتيل الما يجي الليل الليل دموعي تنزل واضحك بليات خليها امتل خليها سكتة ما اريد اكمل مو انا احبك اي والله احبك تروح مني وش يبقى يعني لو تبعدش يبقالي لو تبعدش يبقالي وصلنا لفان ديال شادا كوفر توجو معايا الدوحة غتمشي وغتخليني لا ان توكا انا حاضياك من بعيد وكنشوفك اي ميم سي فيما كنتي في اي بلاد غنكون معاك ما نساوش انا اون بارطاجي اون اكسبيريونس مانيفيك في لبنان درنا اكس فاكتور انصامبل وكنت كنشوف كنقول نورمالمون هي خصها تربح دايوغ ديك لاس ديك اه ديك لاس سيزون ربح واحد الدري حمزه من السعوديه وكنت كنشوف كنقول نورمالمون سي دوحه اللي كانت خاصها تامبورتي لو ستيل ديالك حنا مشيت بالغربي باسكو بالغربي باش تكون في لبنان شويه صعيبه اكزاكتومون ولكن هو كتبقى مساله حدود و كنت اكسبيريونس تلاقينا مع بزاف ديال الجنسيات بزاف ديال الستيل وتلاقينا مع الناس واعرين انت ما قديتش نطلع في فيديو ان توكا دوحة شكرا لك بزاف والله الا فرحانه انني شفتك اليوم الكونتاكت ديالك ديال الفيسبوك انستغرام الناس اللي بغاو يتكونيكتاو شنو يكتبوك شبو دوحة ذاكير دوحة ذاكير انستغرام دوحة ذاكير فيسبوك دوحة ذاكير Donc comme ça se prononce. Merci beaucoup Doha. Je te souhaite tout le bonheur du monde, inchallah. Amana ngouli comment ça il a pris sur toutes les candidatures. Dialkom, radis kibou shada cover at shadatv.com. Sauf toutes les vidéos. Merci beaucoup Shada Cover à la Shada TV. Ciao ciao les amis.